في البداية كنشكرو صوت الصحافة على الزيارة ديالو للمكتب ديالنا وعلى هذه الفرصة اللي تاح لينا باش نعرفوا بنفسنا، وهو أن أستاذ محمد فخار هو من مواليد سنة 1971 بالمعارف الدار البيضاء، قضى التعليم ديالو الابتدائي في منطقة المعارف وبعد ذلك الثانوي والإعدادي في نفس المنطقة، اللي اجتاز بعد ذلك بعد اجتياز امتحانات امتحانات البكالوريا التحق بكلية الحقوق لجامعة الحسن الثاني وحصلت على الإجازة في سنة 94، وبعد ذلك التحقت بالمحاماة منذ سنة 98 إلى غاية يومي، وأنا أمارس المهام في البداية كمحامي متمرن بطبيعة الحال، وبعد ذلك كمحامي مساعد في مكاتب أحد الزملاء، ومنذ سنة 2000 كمحامي مستقل بمكتبي. هي المحاماة جزء لا يتجزأ من العدالة، وهو أحد أجنحة العدالة. المحاماة نحن كمحامون الدور ديالنا هو مساعدة العدالة في تقديم خدمة جليلة قصد إحقاق الحق وإنصاف المواطنين، والدور ديالنا نحن كيتمثل وهو تسهيل هذه المأمورية سواء عن الطريقة التقنية اللي هي تحرير المقالات وإيداعها بصناديق المحكمة والسهر على الإجراءات من تبليغات والأجوبة والردود وإثارة الدفوع المناسبة في كل مرحلة وحين، وكذلك في مرحلة ما بعد صدور الأحكام نتمثل في تبليغها وتنفيذها وتحصيل شواهد بعدم الاستئناف واستئناف هذه الأحكام إذا كان هناك مناط للاستئناف، كذلك مراقبة الملف خلال المرحلة الاستئنافية من أجوبة وردود إلى حين صدور القرار الاستئنافي الذي نتكلف أيضا بتبليغه وتنفيذه إلى أن يحوز الصيغة التنفيذية ويصبح سائر التنفيذ وملزما للعموم. هذا تقنيا هو دور المحامي إلى منظومة العدالة، وبطبيعة الحال فهذا الدور هو دور لا مناط عنه من أجل تحقيق العدالة في جميع العدالات الموجودة في العالم كله وجميع الأنظمة التي تتبنى جميع أنظمة العالم تتضمن هذا الجناح وتقف عليه وتعض به أجنحة وتعض به دورها في تحقيق العدالة المنوطة بها. بخصوص المنصة الرقمية، أولا ينبغي القول على أن المشرع عمد إلى ما نسمي لمادية الدعوة، الدعوة أصبحت تحرر على دعامة إلكترونية، فهذه التعديلات سواء على مستوى قانون التزامات العقود أو على النظام المعلوماتي لدى المحاكم بدأ العمل به قبل جائحة كورونا، ولكن الحمد لله كما لو كنا رب ضارة نافعة، فهذا الاجتهاد وهذا السبق الذي حققته وزارة العدل وحققه الناس المسؤولين في تضمين المسائل الرقمية فينا أتى بأكلها خلال إبان هذه الجائحة. ولتوضيح المواطن الكريم، فالتجربة تتمثل في أن عندما نسمع برقمنة المحكمة أو التقاضي عن بعد، فهو يتمثل فيما يلي: أنه يمكننا أن نؤدي على المقالات عن بعد ونرسلها للمحكمة عن طريقة الإلكترونية، وكذلك مؤخرا جاء تعديل في قانون المسطرة المدنية، بحيث كان في التعديل السابق أن السيد رئيس المحكمة هو الذي يقوم بتعيين الملفات التي تعرض على المحكمة، حاليا أنها تعين أوتوماتيكيا ما عدا إذا استوجب أحد الموجبات تدخل السيد الرئيس لتعيين قاضي أو تغيير ملف من هيئة إلى أخرى. أما أصبح القاعدة الآن هو أن الملفات تعين بطريقة أوتوماتيكية بعد إيداعها بطريقة. بطبيعة الحال هذه المسألة شنو هي الإيجابيات ديالها؟ الإيجابيات ديالها أولا تقليل المتدخلين، لأن المحكمة إحنا فاش تمشي وتنخلصوا الملفات المحكمة كتكون ملزمة على أنها توضع لنا واحد الأشخاص اللي هم موظفين بطبيعة الحال معينين بقرار مشترك بين السيد وزير المالية والسيد وزير العدل قصد استخلاص الرسوم وواجباتها، هم ملزمين باحتساب هذه الرسوم وملزمين تبعا بذلك بإجراء قوائم وإنجاز ورقات المصروفات وإيداعها بالخزينة العامة للمملكة. هذه الإجراءات كلها وهذا العمل كله اليوم أصبح متجاوزا بفضل المسطرة الرقمية، هذا فقط فيما يتعلق بإيداع المقالات.
شو المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التبليغات. مرحلة التبليغات خلال الجلسة كانت معضلة يعرفها الجميع نظرا لمجموعة من الأسباب المتشابكة واللي هي خارجة عن إرادة المحاكم وإرادة وزارة العدل، وتتمثل بالخصوص في عدم احترام واحد الرقمنة معينة للأحياء، وعدم وجود واحد الدليل الخاص بكل المدن يمكنك الوصول الى العنوان المحدد بدون مغالطة وبدون اي لبس. وهذا جعل ان هناك مجموعة من الملفات تحكم غيابيا لصعب دور تبليغ الاطراف. بل اكثر من ذلك، فهناك مجموعه من الساده المحامون الذي خلال مرحله من مراحل التقاضي يتعذر العثور عليهم بداعي بسبب او اخر، ومما يتم تبليغهم طرف يتم تبليغهم طرف نقابه هيئه المحامين بالدار البيضاء. الحمد لله، والان وبفضل المنصه الرقميه طلب منا ان ندلي بعناوين الكترونيه التي تم دمجها في القاعده المعلوماتيه، واصبحنا نبلغ الكترونيا، ويمكننا هكذا ان نخفف واحد المجموعه من العبء على المحكمه. هناك واحد العبء ثالث رفعته هذه المنصه الرقميه، وهي مساله مآلات الملفات. كان المحامي ملزم، وكتعرفوا مدينه الدار البيضاء كتعرف واحد المجموعه كبيره من المحاكم المفرقه المختلفه الاحياء، كان المحامي يضطر من اجل معرفه مآل الملف ان ينتقل من المحكمه الى محكمه مع ما يكلف ذلك من وقت وجهد. الان بواسطه المنصه الرقميه يمكنه وهو في مكتبه او حتى في بيته بواسطه هاتف النقال أن يدخل إلى هذه القاعدة البيانية ويطلع على ملفه ويأخذ المآل دياله، وهذا كساهم حتى في الشفافية في علاقتنا مع موكلينا، بحيث أنهم هم كذلك لهم الحق في الدخول إلى هذه الشبكة المعلوماتية والاطلاع على المعلومات حول ملفهم. بطبيعة الحال مع حفظ السر المهني، فإن المعلومات التي تبث في هذه الشبكة هي معلومات قصد الاطلاع فقط، ولا تتضمن بتاتا معلومة تتعلق بمضمنات الملف. وطبعا هذا الشيء كله كيشكل إضافات إيجابية في ممارسة المهنة وفي شفافيتها وفي تقدمها إن شاء الله. ما اللي نقدر نقول هو أن المهن عموما هي منزهة عن الخطأ أو عن الصواب، وإنما ترسم برسم أصحابها وممارسيها. يعني إذا كانوا أشخاص فضلاء فإن المهنة تكون فاضلة، وإذا كانوا أشخاص غير ذلك فالمهنة بطبيعة الحال ستكون غير ذلك. بالنسبة عندما تقول المسألة قديما وحديثا، هي مسألة نسبية، فكل واحد يعتبر قديما يعني العهد الذي لم يكن فيه وحديثا، والعهد الذي يكون فيه. بالنسبة للعهد الذي لم أمارس فيه أو الذي كنت فيه حديث العهد وغير مؤثرا في الهيئة وليس لدي مكسب، فأقول أن المحاماة في تلك الأساس كانت محاماة أشخاص. نسمع أشخاص لهم قيمة عالية في المحاماة، نسمع قيادمة ونسمع فصحاء محامون عندهم شأن، عندهم باع، عندهم دور سياسي في البلاد، عندهم تدخل. والآن ولله الحمد المحاماة أصبحت أكثر ديمقراطية. الآن أصبحت أفواج عديدة كتدخل، يعني مقارنة ب 500,000 مواطن، 500,000 شاب كيدخل تقريبا سنويا لهيئة المحامين بالدار البيضاء، وبالتالي فإنها أصبحت مشغل مهم يجب الأخذ به بعين الاعتبار. هذا من جهة، ومن جهة ثانية حتى النوعية ديال الطلبة الذين أصبحوا يلتحقون بمهنة المحاماة. على هذا حسب الظن ديالي الخاص، هو أن المحاماة قبل ظاهر 1993 كان يتم الولوج إليها بدون امتحان، وبالتالي كان واحد مجموعة من الأشخاص الذين تعثر عليهم الدخول إلى سلك القضاء أو سلك التفتيش أو سلك الشرطة أو سلك المالية يلتحق بالمحاماة إلى حين إيجاد الشغل القاربي. وهناك مجموعة من الأشخاص الذين انتهى بهم المطاف بالبقاء في مهنة المحاماة، وهم دائمون يرددون أن ليست لهم رغبة في هذه المهنة، في حين أنه بعد صدور القانون الجديد وأصبح الامتحان هو امتحان قبلي، وخاصة في هذه السنوات الأخيرة اللي كنتكلم عليها هي سنوات 2018 2019 2020، رغم الكم الذي أصبح يحدث، أصبح يدخل إلى مهنة المحاماة شباب وشابات لهم من المستوى التعليم الجيد حتى الجيد جدا، وأغلبهم يتوفر على ماستر أو دكتوراه في القانون، ولديهم أخلاق عالية، ولهم شباب من طبقات اجتماعية راقية،
وذا مستوى ثقافي عالي، وهذا يبشر أن المهنة إن شاء الله في القريب القادم من الأيام ستكون بخير وعلى خير وأحسن من أي حال. الكلمة الأخيرة ديالنا فيما يتخص بعد كنكرر الشكر ديالكم لإتاحة لنا هذه الفرصة لتكلم على المهنة التي نحن أحد ممارسيها في هذه الأيام، وكنقولوا على أن في ظل أن هذه الجائحة ما عندهاش غير السلبيات، وإنما عندها كذلك مجموعة من الإيجابيات. من الإيجابيات ديال هذه الجائحة هو تسريع المشرع والأطر الصاهرة على العدالة ببلادنا بما في ذلك وزارة العدل لهذه المنظومة الإلكترونية اللي غادي تساعد في التقاضي عن بعد، وغادي تساعد في دمقراطة المحاكم أكثر وأكثر، وغتساهم في الشفافية أكثر، وغادي تساهم في تحقيق عدالة أفضل إن شاء الله.